أهلا بكم. البداية مع العناوين. إيجابية مغلفة بالمزايدات بعد دعوة باسيل لحوار مسيحي في الكركي. سفراء الخماسية يواصلون جولاتهم والعين على لقاء الربي غدا. جيمي جبور للأو تي في عن تعيين خفراء الجمارك، عملية انتحار جماعي. خبراء الدستور والقانون يرفعون الصوت، قضية الخفراء فضيحة. بايدن ونتنياهو أجريا أول اتصال هاتفي منذ أكثر من شهر. أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحساباتنا على إكس، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك، وتنقلها مباشرة صوت المدى. إقليميا، ترقب شديد لمسار التفاوض حول هدنة غزة على رغم تواصل العمليات العسكرية في غزة وجنوب لبنان، في وقت سجل تطور لافت في الساعات الأخيرة من خلال اتصال هاتفي جمع بين جو بايدن وبنيامين نتنياهو للمرة الأولى منذ شهر. أشار بعده بيان مقتضب عن البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في آخر التطورات في إسرائيل وغزة، بما يشمل الوضع في رفح وجهود زيادة المساعدة الإنسانية إلى القطاع. أما محليا، فأرخت مواقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في المؤتمر الوطني للتيار بظلها على المشهد السياسي الوطني والمسيحي، وسط متابعة للردود على دعوته للقاء في بكركي تحت عنوان دفاع عن الوجود. غير أن أولى البوادر وإن أتت إيجابية، غير أنها مغلفة بمزايدات كثيرة محورها الموقف من سلاح حزب الله. وفي الموازاة، واصل السفراء الخماسية تحركهم اليوم فيما تتجه الأنظار نحو زيارتهم غدا للرابي، حيث يلتقون الرئيس العماد ميشيل عون. غير أن مسألة بالغة الأهمية احتلت موقع الصدارة في الساعات الأخيرة عبر مواقع الإعلام والتواصل وفي المواقف السياسية، عنوانها ضربة قاضية للدستور والميثاق، وقبل كل شيء لفكرة الإصلاح تستعد حكومة نجيب ميقاتي لتسديدها غدا، حيث تبين أن المطروح على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء تعيين خفراء جمارك ناجحين وعددهم 234 شخصا موزعين على الشكل الآتي: 119 من الطائفة الشيعية و115 من الطائفة السنية ولا أحد من الطوائف المسيحية. إذن ملف تعيين خفراء الجمارك الناجحين الحاضر غدا على طاولة حكومة تصريف الأعمال يثير جدلا وسط تغييب المكون المسيحي. عضو تكتل لبنان القوي النائب جيمي جابور استنكر عبر الأو تي في استنسابية الحكومة. ما فينا نحن اليوم ببلد تركيبته قائمة على التوازنات، تركيبته قائمة على مراعاة خصوصيات المجموعات الطائفية، فيه انه نجي نركب فيه حكم استحيوا جماعة 90-2005 يعملوا هذا الشيء فينا. استحيوا، انا عم بقول لك استحيوا اللي كانوا قيمين على 90-2005 يعملوا هيك شيء فينا. اليوم المئات شو عم يعمل بعدين؟ يعني اللي هن الرئيس بري وحزب الله شو عم يعملوا بمجلس وزراء؟ مش هن اللي مغطيين هذا العمل الحكومي؟ طالما نحن مطروح على جلسة مجلس الوزراء غدا، نعم، موضوع تطويع، ولو كانوا، شفتي، لو كانوا مسيحيين هؤلاء اللي بيطوعون كلياتهم سوا ما كنا بنقبل فيه، اكيد ما بنقبل فيه. هيدا تطويع 200 او 300 عنصر بخفر جمارك غير مستوفين الشروط ولم يتقدموا بطعن وكل من طائفه واحده. هودي اذا انعرضت على مجلس الوزراء اليوم، هل معنى سليمان فرنجي، وانا هون بدي اتوجه له بكلام يعني لممثلينه ولاله من خلال ممثلينه بالمجلس الوزراء، هل يستطيع تحمل ان يقر مجلس الوزراء هيك قرار؟ هل الوزراء يلي هن بعدهم عم يحضروا وزير السياحة يلي هو بيعتبر حاله حريص على إذا بدك جو
الجو العام يلي نحن منمثله، هل هو بيقبل يحضر وراح أمن النصاب يعني بجلسات، غيب بجلسة وأمن النصاب بباقي الجلسات، هل هو بيقبل أنه يتحمل بكرة يرجع على منطقته بجبال ويتحمل؟ هل الوزير كلاسي بيقبل؟ هل بوشكيان بيقبل؟ هل الوزيرة نجلة رياشي بتقبل؟ هودي الوزراء، هل الوزير قرمة بيطلع على غسطة شو بيقول لهم لأهالي كسروان؟ أنه نحن مضينا اليوم على قرار ما في ولا مسيحي بيفوت على الجمارك؟ هل نحن أصبحنا عم نقلب إذا بدك الموازين وعم نقلب التوازنات الدقيقة بالبلد بهذا الشكل؟ الوزير مكاري بيقبل يروح على صغارته يقول لهم ما بقدر طوع لكم حدا أنا بالجمارك؟ يعني هودي الناس بدهم يفكروا ويعدوا للعشرة قبل ما ياخدوا هيك قرار. أضف إلى أنه أنا بعول أنا الوزير أمين سلام بأول جلسة لمجلس الوزراء دعا لها الرئيس ميقاتي قاطع وقال أنه أنا ما بضرب التوازن الوطني وما بضرب الدستور وكذا. أنا براهن حتى براهن أنه الرئيس ميقاتي يصحى صحو الضمير ويروح إلى مكان تقتضيه واجباته الوطنية، لأنه هو مؤتمن، هو رئيس حكومة كل لبنان وهو مؤتمن على الكل وإن كانت حكومة تصريف أعمال. بدوره الخبير الدستوري عادل يمين أوضح أن ما تعد له حكومة تصريف الأعمال مخالفة دستورية واضحة. ذلك مؤسف للغاية ويتناقض مع أحكام المادة 95 من الدستور، كون وإن كانت المادة 95 من الدستور تحدثت عن إلغاء طائفية الوظيفة، بمعنى تخصيص طائفة بوظيفة معينة، إلا أنها لم تلغي الكوتا الطائفية، وهي قضت بأن تكون الوظائف موزعة مناصفة بين الفئتين المسلمة والمسيحية فيما خص وظائف الفئة الأولى، ولكنها وإن كانت حصرت المناصفة الكلية والكاملة بالوظيفة بين المسلمين والمسيحيين فيما خص وظائف الفئة الأولى، إلا أنها اشترطت مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني فيما خص وظائف الفئة الثانية وما دون، وذلك يعني أنه يتوجب البقاء بالقرب من المناصفة فيما خص وظائف الفئة الثانية وما دون، لأن مقتضيات الوفاق الوطني تعني التوازن وتعني البقاء في جوار المناصفة، في حين يتعين الالتزام بالمناصفة الدقيقة والكاملة فيما خص وظائف الفئة الأولى. وكل خطوة حتى فيما يخص وظائف الفئة الثانية والثالثة والرابعة لا تراعي المناصفة أو الاقتراب من المناصفة فيما خص الفئة الثانية وما دون، يعني أنها تتعارض مع مقتضيات الوفاق الوطني وبالتالي مع أحكام الدستور ومع أيضا ميثاق العيش المشترك. هناك قرار صدر عن مجلس الوزراء بوجوب مراعاة التوازن الوطني في عملية التوظيف العام 2020 صدر، ويتحدث القرار عن مراعاة التوازن الوطني في التوظيف حتى فيما خص الفئة الثانية وما دون، ما يعني أن هذا القرار هو قائم ولم يعدل، وبالتالي فنحن أمام خطوة تخالف الدستور وتخالف الميثاق وتخالف أيضا قرارا لا يزال ساريا في مجلس للوزراء مكتمل المواصفات الدستورية. والأخطر أن مثل هذه الخطوة تحصل في ظل حكومة تصريف أعمال وفي ظل الشهور في سدة الرئاسة. مناشدات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لبكركي والقوات والكتائب والمردة لمواجهة الخطر المحدق على الوجود المسيحي أصبحت واقعا، فكيف تلقف المعنيون الدعوة للتلاقي؟ تقرير جويس نوفل.
أكثر من رسالة وجهها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لأكثر من جهة خلال الاحتفال بذكرى 14 أذار على مدى 3 أيام دق فيها جرس الإنذار للحفاظ على الوجدان المسيحي، إلا أن المناشدات التي أطلقها بالأمس للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والقوات والكتائب والمردة حول أزمة الوجود التي تهدد المسيحيين كان لها الوقع الأكبر على الواقع اللبناني. كرر طلب من غبطة البطريرك المؤتمن على مجد لبنان أنه يجمع القيادات السياسية المسيحية وما في ولا سبب ما نلتقي. هكذا توجه باسيل إلى بكركي التي تلقفت الكلام وجددت مصادرها تمسك رأس الكنيسة المارونية بمبدأ الحوار والقناعة بضرورة إجرائه وجمع الأفرقاء الموارنة، لكن التجارب السابقة لهكذا دعوات كانت مرة ولم تنجح وتتابع المصادر. لذلك تسير بكركي بهدوء بهذا الملف كي تكون النتائج النهائية فعالة وصحيحة. وفي هذا الإطار تكشف مصادر متابعة عن حوار يجري على مستوى الصف الثاني بين التيار والقوات برعاية أحد المطارنة، وهذا ما قرأت فيه تجاوبا جزئيا من بكركي لدعوة باسيل. القوات كانت أول المعلقين على كلام باسيل، فأتى الرفض من رئيسها سمير جعجع ليأتي بعد كلام جعجع بيان الدائرة الإعلامية ويترك مسافة ولو صغيرة جدا قبل إقفال الباب تماما على الحوار. وأكدت مصادر القوات أن التواصل قائم وموجود مع التيار وسبق وأنتج ما سمي بالتقاطع الرئاسي، إلا أن تطوير هذا الحوار تواجهه إشكالية حقيقية وأساسية تتعلق بسلاح حزب الله. وقالت لا نريد أعطاء رسائل مغلوطة للرأي العام بلقاءات لن توصل إلى مكان في ظل خلاف حول موضوع رئيسي من العام 2005 حتى اليوم وهو سلاح الحزب. لتختم المصادر القواتية بالتشديد على حرصها على استمرار هذا التواصل والتقاطع القائم، إلا أن الواقع لا يحتمل الذهاب أبعد من ذلك بسبب سلاح حزب الله، تختم مصادر القوات. على الخط الكتائبي تؤكد المصادر أن مقاربة التيار لموضوع حزب الله ووحدة الساحات إشارة أولى يمكن البناء عليها لتسارع بالقول عندما تقوم بكركي بالدعوة إلى الحوار نعطي الجواب وفق أي برنامج والجدول والمدعوين، لتؤكد أن أي حوار يجب أن تكون ركيزته الأساسية السيادة. عند المرد انتظار أيضا لدعوة بكركي الرسمية للحوار ليبنى على شيء مقتضاه، تقول المصادر التي تصوب مجددا على باسيل وكلامه عن الوجود المسيحي والخطر المحدق به، إلا أن البعض قرأ في كلام رئيس تيار المرد سليمان فرنجي أمام نقابة المحررين عن الثنائي الشعي وعدم انسحابه من الانتخابات الرئاسية الجواب الكافي عن عدم استعداد المرد للحوار. بالتزامن جولة للسفراء اللجنة الخماسية حيث التقى السفراء رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي شدد على أن اللقاء كان جيدا وسيتكرر والتوافق قائم على ضرورة إنجاز التفاهم توصلا لتحقيق الاستحقاق. بدوره أكد السفير المصري بعد اللقاء أن هناك إشارات إيجابية ومرونة والعمل جار للبحث عن أرضية مشتركة بين الأفرقاء. في إطار تحرك الخماسية من أجل بذل الجهود بهدف إحداث خرق في الملف الرئاسي وصولا إلى انتخاب الرئيس في أقرب فرصة، الهدف من هذا اللقاء هو بداية الحديث مع الرئيس بري للتأكيد على ما سبق وأعلنه سواء أمامنا الخماسية أو لوسائل إعلام بأنه ملتزم ببذل كل المساعي من أجل انتخاب الرئيس وتسهيل العملية الانتخابية. في الحقيقة احنا تحدثنا معه في تفاصيل كثيرة، ستتناول هذه التفاصيل في لقاءات قادمة للخماسية مع مختلف القوى السياسية التي سنلتقيها جميعا جميعها بلا استثناء يمكن على فترات، فحنلتقي عندنا جولة من المباحثات في اليومين القادمين ثم يعقبها جولة أخرى وصولا إلى تشكيل وجهة نظر متقاربة لدى الجميع وأرضية مشتركة تهيئ وتساعد كثيرا في الانتهاء من الاستحقاق الرئاسي. فهو كان لقاء طيب للغاية، استمعنا فيه من الرئيس بري إلى ما سبق وذكره لنا من التزامه التام، وفي الحقيقة ما سنسعى للحصول على شيء مشابه
له من كافة الكتل السياسية، وهو الالتزام بالدخول في مسار، هذا المسار يفضي إلى انتخاب رئيس لبنان في أقرب وقت ممكن. احنا في حقيقة بنقول انه هذه الإشارات الإيجابية تتلخص في عنوان رئيسي وهو المرونة. هذا الاستحقاق، وحضراتكم تعلموا كثيرا أكثر منا بأنه منذ بدايته وهناك مواقف تبدو حدية إلى بعض الشيء، وبالتالي ما نسعى إليه هو أنه التقليل من هذه الحدية والبحث عن أرضية مشتركة. ما تلقيناه في الأيام الأخيرة من إشارات إيجابية في الحقيقة هتجعل الأمر أكثر مرونة، وبالتالي يمكن لنا ان احنا نخلق الأرضية المشتركة اللي تحدثنا عنها، ومناخ هذا المناخ يساعد على الوصول الى احداث اختراق في هذا الملف الهام. الخلق الملموس، الخلق الملموس حقيقة هو انه الكتل السياسية عندها قناعة الان بانه التوافق فيما بينها هو شيء هام للغاية. ولما اتحدث عن حضراتكم على كلمة التوافق، معناها انه الجميع عنده استعداد للحوار والنقاش والتشاور وصولا الى امر يتفق عليه الجميع، هذا ما نبحث عنه. اما فيما يخص كتلة الاعتدال وحركها، في الحقيقه لا يختلف كثيرا، قد يكون بعض التفاصيل اكثر، انما في الحقيقه احنا بنقول انه حركه قوى الاعتدال واخرين داخل البرلمان شيء مهم وضروري، لانه مره اخرى هذه العملية ملكية تعود حصريا إلى البرلمان وليس إلى أي طرف آخر، وبالتالي حراك الاعتدال حراك مهم، وآخرين عندما يتحركوا أيضا أتصور أن ده شيء مهم للغاية. سفراء الخماسية التقوا أيضا البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي، وفي سياق أشار السفير المصري إلى أن الوفد لمس مرونة في الفترة الماضية ستساعده على خلق الأرضية للتمهيد لبدء خطوات فعلية لانتخاب رئيس، مشددا على أن حديث الخماسية لم يدخل بالأسماء. يعني ما شجعنا على هذا في الحقيقة هو أنه لمسنا منهم جميعا وبدرجات متفاوتة في الفترة الماضية مرونة، هذه المرونة في الحقيقة هي اللي هتساعدنا على خلق الأرضية اللي هتمهد للبدء في خطوات فعلية لانتخاب الرئيس. زي ما قلت هنلتقي بكل الكتل السياسية، قد نلتقي بهم عدة مرات لأنه هناك أمور كثيرة يجب الاتفاق حولها. سوف نعرض عليهم العناوين الرئيسية لخريطة الطريق تحركنا في المستقبل. إنه الخماسية لن تتحدث عن أسماء، دعونا بداية نبدأ أول خطوة، وهي زي ما قلت لكم الالتزام الكامل من الكتل السياسية. اللجنة الخماسية عندما ستتحدث مع الأطراف ستتمنى عليها جميعا بلا استثناء إنه تظهر قدر من المرونة. التطورات على الجبهة الجنوبية حضرت في لقاء وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله أبو حبيب مع سفير القطري سعود بن عبد الرحمن بن فيصل في وزارة الخارجية، وقد رحب أبو حبيب بدور قطر البناء في مساعدة لبنان سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وأضاف: نتطلع إلى تمكن قطر بالتعاون مع كافة الأشقاء من وقف التصعيد والصراع الدائر في منطقتنا، وبالأخص وقف الحرب في غزة وإعادة الهدوء إلى جنوب لبنان. إلى ذلك، دعت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، تمكينا لها من متابعة الاطلاع بمهامها الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ودول الجوار. وشددت الوزارة على ألا بديل عن أونروا هذه المنظمة، ولا سيما في لبنان لديها المعرفة المتراكمة على مر السنين والخبرات اللازمة التي تجعلها الأقدر على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها في مناطق إقامتهم، مثمنة مواقف الدول المانحة التي قررت استئناف مساعدتها للأونروا أو حتى زيادتها.
وفي غزة وفي إطار جرائمها المستمرة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين مجمع الشفاء الطبي وسط غطاء ناري جوي ومدفعي مكثف، وأطلقت الطائرات المسيرة الإسرائيلية النار على الفلسطينيين في محيط المستشفى، حيث نفذت أحزمة نارية، فيما أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها باتجاه المكان. وبحسب مصادر محلية فقد استشهد وجرح عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال المتواصل لمجمع الشفاء، فيما بدأت أعداد كبيرة من العائلات بالنزوح من المجمع هربا من نيران جيش الاحتلال. وفي بيان لها ردا على اقتحام مستشفى الشفاء، شددت حماس على أن اقتحام الاحتلال لمستشفى الشفاء هو تعبير عن حالة التخبط والارتباك وفقدان الأمل بتحقيق أي إنجاز عسكري غير استهداف المدنيين العزل. وأشارت الحركة إلى أن فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد جيش الاحتلال كان بمثابة الضوء الأخضر للاستمرار في حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يقترفها ضد شعبنا. أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباحثات هاتفية الاثنين، كما أعلن البيت الأبيض للمرة الأولى منذ أكثر من شهر وسط تزايد التوتر بشأن الهجوم الإسرائيلي في غزة. وذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبحث في آخر التطورات في إسرائيل وغزة، بما يشمل الوضع في رفح وجهود زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة. وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شدد أن قواته لن تمضي قدما في اجتياحها المزمع لمدينة رفح دون أن يتمكن المدنيون من المغادرة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز، أكد نتنياهو أن أي اتفاق سلام في غزة يضعف إسرائيل ويجعلها غير قادرة على الدفاع عن نفسها في مواجهة جيران عدائيين لا يكون مقبولا. فاصل أول. أهلا بكم من جديد. زار وفد من اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت برئاسة إبراهيم حطيط المدعي العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار في مكتبه في قصر العدل. وقد تم البحث في السبل القانونية التي تخرج قضية انفجار المرفأ من الجمود القضائي تمهيدا لإعادة عجلة التحقيقات. نحن عم نطلب باستدعاء الجميع بدون أي استثناء، كل من له علاقة بملف المرفأ. بس المشكلة هي بقصة الطريقة عم يشغل فيها طارق البيطار، ذكرت البعض منها وعندي كتير 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 اشياء بعد مستعد حتى زود فيها بأدلة وبراهين ووثائق. المستند اللي سلمته إياه اليوم، نحن أطلعناه على مستند هذا حيبقى بيننا وبينه، بس في دليل قاطع على طريقة شغل البيطار الغلط، اسم سبيل عم يشغل فيها البيطار، ماشي؟ هذا حيبقى بيننا وبينه. نحن عندنا مستندات، مثلا نحن قبل بمره بكل وقفه 4 أشهر كنا نوزع مستندات على الصحافه ونطلب منهم امرار نتحداهم باب الاستفزاز ليطلعوهم. للسنة الثانية على التوالي أقام مشروع وطن الإنسان في جبيل إفطارا رمضانيا بحضور النائب نعمة فرام الذي دعا إلى وقف المتاجرة بالطائفية في لبنان، مشيرا إلى أن مفهوم لبنان للنجاح والمبادئ والقيم يجب أن يكون مفهوما مشتركا بين جميع اللبنانيين، وعلى هذا الأساس نخفف الضغط ونحمي ونحصن النموذج اللبناني. فاصل ثان ونعود. من الأو تي في نواصل النشرة. أخبار الرياضة مع إلي نصر. حسم الأنوار جديدي حامل اللقب مقعده بالدور نصف النهائي لبطولة لبنان للفوليبول XXL بفوزه على منافسه الوحيد على التأهل وغريمه التقليدي بالمتن الشبيب البوشري 3-1 بمباراة الدربي، وانتهت الأشواط 20-25 25-21 25-13 و25-9. هالفوز هو الرقم 18 للأنوار هالموسم مقابل 9 خسارات، بينما تلقى البوشري خسارته 11 مقابل 16 فوز. بقاعة نادي الشبيبة حمات ربح سبيدبول شكا متصدر الترتيب على ضيفه الانعاش قنات الثالث 3-0 25-17 25-12 و25-17. هالفوز هو الرقم 24 لسبيدبول هالموسم مقابل 3 خسارات، بينما تلقى الانعاش قنات خسارته 9 مقابل 18 فوز. بقاعة كارلو سليم الرياضية بجبيل خسر الشبيبة بلاط السادس قدام ضيفه الشباب البترون الثاني بأجمل مباريات المرحلة 2-3 26-28
14-25 25-23 25 20 و10-15، وهيدا الفوز الرقم 23 للبترون مقابل 4 خسارات، بينما تلقى بلاط خسارته الرقم 12 مقابل 15 فوز. بقاعة نادي الشباب البترون خسر المشعل الكسبة سابع الترتيب قدام نجوم جوني الثامن 2-3 25-21 22-25 25-25 17 و13-15، وهيدا الفوز التاسع للنجوم هالموسم مقابل 18 خسارة، بينما تلقى المشعل خسارته الرقم 14 مقابل 13 فوز. بالألعاب القتالية شارك تلاميذ نائب رئيس الاتحاد اللبناني للوشو كونغفو ومنسق الأنشطة الرياضية بنادي بيل أوريزون الماستر نعوم سعادة للسنة الثانية على التوالي بالبطولة الدولية المفتوحة للوشو كونغفو يلي أقيمت بأتينا باليونان برعاية مقاطعة أتيكا والمركز الثقافي الصيني بأتينا وحضور السفير الصيني. وتميز اللاعبين اللبنانيين بأعلى درجات التقنية، حيث أحرز لبنان 7 ذهبيات 3 فضيات وبرونزية. وأحرز كارل عزار المركز الأول بوزن 30 كيلو باللايت ساندا، رافائيل لويس وزن 35 كيلو ميدالية ذهبية باللايت ساندا والتاولو، مارك أنتوني مرعب حل أول بوزن 45 كيلو باللايت ساندا، أنتوني جو داغر حل أول بوزن 80 كيلو بالساندا، أليكسيس صليبا حلت أولى عند الإناث بوزن 56 كيلو باللايت ساندا، كيفن أبي رميا حل تاني بوزن 85 كيلو بالساندا، جيو سعادي حل تالت بوزن 65 كيلو بالساندا، كيفن تو تالت بوزن وزن 70 كيلو بالسندا، ورومان وهبي تالت بوزن 75 كيلو بالسندا. وهنأ رئيس الاتحاد اللبناني للوشو كونغفو الدكتور جورج نصير أسعاد لمشاركته كحكم رئيسي بالبطولة واللاعبين على الإنجاز الكبير يلي حققوا. أحوال الطقس مع بولين. مساء الخير. بيتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متوسط الفعالية، بيحمل معه كتل هوائية باردة، أمطار غزيرة ورياح ناشطة، وبيستمر حتى صباح يوم الأربعاء ليرجع يستقر تدريجياً. جونا لبكرة غائم ودرجات الحرارة عم تتسجل على الشكل التالي. منبدأ من الشمال، عكار عم بتسجل 16 درجة، طرابلس 17، العاصمة بيروت أيضا 17، وسور 17 درجة. مننتقل لبعلبك 8، لقلوق 4، زحلة عم بتسجل 9، وجزين 12 درجة. نسبة الرطوبة ساحلا مرتفعة بتوصل لل 90%. الرياح السطحية متقلبة سرعتها بتوصل لل 40 كم بالساعة، أما حال البحر فمائج. خلينا نشوف تفاصيل الأيام الجاية. لنهار الثلاثة جونا غائم وماطر مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة يلي بتسجل أقصاها ساحلاً 17 درجة. لنهار الأربعاء جونا بتابع غائم جزئياً مع احتمال تساقط أمطار متفرقة، بتحسن الطقس تدريجياً وبتعاود درجات الحرارة للارتفاع وبتسجل 19 درجة. لنهار الخميس والجمعة جونا غائم جزئياً، تنخفض نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة بتعاود الارتفاع وبتسجل لنهار الخميس 20 درجة، لنهار الجمعة 21 درجة. هيدي كانت أخبار الطقس للنشرة المسائية، تصبحوا على خير. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb وعبر مواقع تواصل يوتيوب، إكس، فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك. شكرا لمتابعتكم وإصغائكم. إلى اللقاء.